تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم مصون إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نزلت شطكم بعد البين والهانة، وذغت فيكم من المحبة ألوانا، وسرت فيكم أخيا طاب سامره دارا وشوقا وأحبابا وإخوانا. حياكم الغمام جميعا، مرحب فاطمة، إسحاق، أهلا علي، عبد القادر، أهلا الزمزمي، مايكل، نور الدين موجود دائما، مرحب بك يا أخي، مرحب بكل الناس اللي في البس الآن. شوف يا جماعة، أنا ما حقدر أتكلم، يعني أقدر أرد مثلا الآن في اللايف ده على كل التعليقات، لأنه يعني الواحد ملخوم بكم حاجة وكم موضوع كده حقيقة. كويس، وإنتوا ذاتكم بمواضيعكم وملخومين ومشغولين، كويس. انا حاختصر في رسائل معينه حوصلها، في حقائق معينه انا حاطلعك عليها فقط، كويس. انت كان داير تسمع كلام القحاته، امشي لهم اسمعهم وشوف كلامهم كله جاي غلط. نحن وقت بنقول لك البلد دي ماشيه على كده وكده وكده، هم كانوا بخدروك بحقنه، بيقول لك لا لا ما في حاجه، ويجيبوا لك المؤتمر بتاع التمكين وما بعرف ليك، وكذب ونفاق وكلام كثير كانوا الوقت داك. نحن بنوريك وبنقول لك ده الحاصل، فهمت؟ طيب نحن مش اساتذه بنوري، نحن ذاتنا طلبه في مدارسكم انتوا كشعب، نحن ذاتنا بنستفيد منكم. طيب ما داير اطيل اكثر، الناس تبدا معانا الشير، الحقائق دي وصلوها للناس، الحقائق اللي دايرين نقولها دي وصلوها للناس رجاء. الان يمكن انا داير اشوف من التلفون الثاني الصوت الكذا، لكن شايف ما في حتى اشاره واضحه، يعني في البث قاطع فقط. الناس تعمل مشاركات، تعمل لايكات، الحاصل شنو يا جماعه؟ الحاصل شنو بالضبط؟ ما في عيش، ما في بنزين. الاداره الامريكيه مالها؟ صحيفه التايمز قبل شويه الخبر جابته شنو؟ قالت شنو؟ اذا كانت التايمز الامريكيه بامتدادها الاعلامي كويس وبمساحات الكبيره اللي بتغطيها بتعلن، ده غير قوة الانتشار وصدق الخبر في كثير من الحاجات. معليش في صحف كثيرة حاجات ممكن تدقس ممكن، لكن برضو هي من المصادر المعروفة، كويس، ومحل صراع ما بين الجمهوريين وما بين ال التايمز الأمريكية. الكلام ده ما قاله أحمد الضي ولا قاله في قناة النيل الأزرق، فهمت؟ الإدارة الأمريكية اتكلمت مع صلاح قوش قبل شوية، أخطرت صلاح قوش بأنه السودان حيرفع من قائمة الإرهاب في أكتوبر، كويس، في منتصف أكتوبر القادم. والإدارة الأمريكية بتوجه الخطاب لصلاح قوش، ما لحمدوك. النقطة دي فاهمة يا جحاتي يا مخك بيجي بعد 3000 سنة؟ ها؟ فهمتها ولا لسه؟ كذبوا للناس وتغش، أنتوا ما تقولوا الحقيقة، ما تقولوا الحقيقة، ما تقولوا بتغشوا الناس وتكذبوا لهم، مالكم تصنعوا لهم آلهة بتاعت عجوة، كل ما جعتم تأكلوها. ها، القصة كالآتي، الإدارة الأمريكية بتوجه خطابة واضح لصلاح قوش. طيب إذا كان صلاح قوش ده ما عنده علاقة بالمشهد زي ما بقولوا كثير من مسطحي القحاتة، خلاص ده بدل على إنه زاويتهم للنظر قصيرة أو قلبهم داق لأنهم هم وعدوه قبل اليوم بموضوع سياسي معين في البلد دي، وعدوه ونطوا من الكلام ده، وهسه خايفين الزول ده لو جاء هم اللي يبتغوا لهم نفقا في الارض او سلما في السماء. نتكلم بوضوح، كويس، ده الكلام اللي خايفين منه هؤلاء الناس. عشان كده لو سمعوا بس اسم الزول ده ساي جاء في رؤيه مناميه بتلقاهم كاتبين 30 بوست، والله لن ياتي. طيب بيجي بوريك بيجي كيف، ما هو تابع للنظام البائد حسب رؤيتك، صح؟ هاي البرهان ده ما تابع ليه لحكومة المدينة زمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتكلم بوضوح، لا معليش أجيب، ما انت عشان ما تتكلم اي كلام فارغ ساكت، عشان ما يقولوا لك راسك املوا لك راسك بكلام فارغ ساكت. في انت ديل الاحزاب قاعد يشتغلوا يدمروا عقول الناس، ما بوروا الحقيقة، ما بقولوا لك سورة على صلاح قوش ولا بقول لك سورة على هنا، بس بيقول لك انت تتبع، لو صلاح قوش جاي ما بقولوا لك جاي. الزول ده لو ما فاعل في المشهد انا ما بخصص فيه والله يفادي، ولا بخسر فيه الميجا بايتات دي، ولا من عدم الموضوع، لكن الزول ده الاداره الامريكيه بتخاطبه، بتخاطبه. انت جبت عبد الفتاح البرهان الكوز المطلوب للمحكمه، اللي كان كاتب في عربيته انا رب الفور،
قال بيقتل في الناس وشريك مع حميتي ومع مدير الشرطة والداخلية والجهاز وكلهم. قال قتلوا الناس يفضل اعتصام واعتصامات كل السودان. البرهان بكل جرائم مدي ناس إبراهيم الشيخ الله ذا من 7 سنوات ما خافوه جابوا لنا عبد الفتاح البرهان. كنا بنهتك بنقول ما تجيبوا لنا ما تجيبوا لنا كوز. قالوا لا المسألة هي رؤى وترتيبات. رتب أسي رتب راسكم بس وين الترتيبات؟ وين أنسي البلد غطست وين؟ البلد غطت على مرقة يا إبراهيم الشيخ. تعال ما تدس علينا تعال مرقة. مش أنت جبت برهان؟ مش كده؟ مش أنت أنا صديقير وأنت أنا صديق يوسف الجريت وحنست حميتي؟ قلت له تعال أبقى نائب رئيس المجلس وزارته جه فضحكم وقال الكلام ده. طيب تعالوا ورونا تعالوا ورونا حلوا لنا الأزمة دي. جيبوا حميتيكم وبرهانكم وعطاكم وتعيشيكم وعشتكم وكل الحكومة دي حمدوكم فهمت؟ جيبهم كلهم خليه يحلوا لنا الأزمة دي. الإدارة الأمريكية بتخاطب الآن بشكل واضح. قلنا لكم في 100 لايف قبل اليوم يا جحاتة. أما بقية الشعب دي كل الود والتقدير كويس. قلنا لكم في 1000 موضوع أنا تحديت إيجي واحد بس من الجحاتة يكذب كلامنا اللي بنقوله ده بالمنطق مش بحشو الكلام. نحنا بنتكلم. طيب أنا بقول لك الأمريكان ديل والمخابرات العالمية بتكرم صلاح جوش سنة 2015 ليه كرمته؟ أنت هارب من إجابة السؤال ده ليه يا جحاتي؟ أنت خايف قلبك داقي كده مالك؟ سويت شنو أنت؟ الكلام ده جعفر حسن عثمان جعفر أخبارك يا أخي كويس؟ ده أكتر زول في الاتحادين على علاقة مع صلاح جوش وأكتر زول بيقعد وبيرتب وبكذب كده وبيجي بيتكلم لك والله تقول فهمت جعفر احسن عثمان فهمت عنده موضوع شركه كده حنتناوله ان شاء الله وكلام كثير فساد حاصل جايين عليه خلاص مجموعه من القيادات. خليه يمرق الان وجدي صالح في الاعلام خليه يمرق هسه يقول كلامنا ده كذب خليه يمرق قيادات الحريه والتغيير وينكروا يقول والله يا احمد الضي كذاب في كلامك. نحن ما عملنا جروب ماسنجر ولا أضفنا نشطاء في الجروب ده وقلنا لهم يوم 6 أبريل بكرة هتدخل معاكم قوات من هيئة العمليات بلبس مدني. تعال أنكروا الكلام ده أنكروا قولوا في الجروب ما قلتوا حيفتحوا لنا القيادة يوم 6 اليوم بالليل عشية 6 أبريل أنكروا الكلام ده. أنت جايني أنا لما نتكلم بصيغة أنت الجحاتة دي بالمناسبة نحن نعلم ما نقوله معهم جيدا فهمت معركتنا معهم مستمرة. هؤلاء الناس وهم في أضعف وأرخص حالاتهم الآن. نحن ما بنتكلم ليك ساي ولا انا بتكلم وانا قاعد في الخرطوم جوا وقاعد في السودان بقول كلام ما ما ما, ما عارفه صح ولا غلط فهمت. اسمع الكلام ده كويس وفي حاجات كذب والله كان واحد شفتها الدمي حايه ما يقولها فهمت يعني ما يظن ممكن يطلع لايف ويكذب بس القحاته انتوا كلامي ده فاهمينه الان ومستوعبينه كويس مستوعبينه صح. طيب الاداره الامريكيه دي خاطبت جوش ما خاطبت حمدوك ليه؟ الشعب السوداني القحات اسكت يا اخي عارفين شنو الشعب السوداني الناس اللي بتشاهدوا في اللايف بدون رد على الكلام ده. الإدارة الأمريكية بتخاطب صلاح عبد الله جوش مدير جهاز الأمن السابق وما بتخاطب حمدوك. الكلام بتاع قبل 6 أبريل التقرير اللي جابه الموقع الأمريكي تقريبا ولا القطري وجابته الجزيرة بعد ذلك اللي ذكر إنه اتلاقى رئيس الموساد الإسرائيلي ومجموعة من المخابرات العالمية مع صلاح جوش. الكلام ده هل اجتمعوا مع حميتي ولا اجتمعوا مع برهان ولا اجتمعوا مع حمدوك؟ ديل كلهم جو يتموا بين المشهد تماما. ديل ما عناصر بالمناسبة بتاعت حكم دي الخطة كانت ماشية كده. ديل ما عناصر حكم. حميتي احمي الثورة بشكل معين بعد ذلك ارجع مع غواته يشوفوا مثلا عبر الحدود يشوفوا دي الترتيبات اللي كانت ماشية كويس. البرهان فترة معينة بعد ذلك هينسحب. الجحات عاهدوا وانكروا عاهدوا وانكروا وهسه بيجي لهم حاله المشكله. هسه الان انتم ما عارفين الان الجحاته بيعانوا كيف. الناس دي انهم مبنوموا كناموا ساي بس هو اسنامه نايم زي ده بس بيحلم بس بالزول ده بس فهمت بيحلم بيه وكده فهمت. يقوم لك مخلوع يكتب لك 30 منشور فهمت برضه ما تبرر. لما ادوا جائزة الإرهاب دي وإنه أفضل ما عارف مسؤول ملف إرهاب ولا شنو في أفريقيا وفي لما ادوا الكلام ده واضح إنه زولهم في المنطقة. أفهم يا جحاتي يا مخك بيجي بعد 30 سنة أفهم كويس وحاول أفهم وحاول شغل مخك المعطل ده فهمت. الزول اللي بيعملوا لي كده معناه جايبينه يتعلم من تجربة عبد الفتاح السيسي جنبك في مصر
يتعلم زول ده كان وين؟ كان وين؟ قرا في مكة ولا في شي عبوان؟ قرا وين زول؟ قعد وين؟ أجاب ووصلوا السلطة منه؟ اللوبيات اللي خلت المجلس العسكري الضباط اللي فيه يقولوا لمحمد مرسي إذا دار تشيل طنطاوي نحن بندفع عليك بترشيحنا عبد الفتاح السيسي. الشغل اللي اشتغلوا منه؟ اللوبيات زاد الأثرت في الكلام ده منه؟ ما هي القصة ما السيسي عمل انقلاب جنبه الأقصاي، ما بيزول بيعمل انقلاب جنبه الأقصاي في انت ما بيزول انقلاب ده تنسيق مع سفارات مع مخابرات عالمية مع جيوش مع دول مع كده ساي تعملوا كده بينتهي لك في 3 دقائق وربع في انت في 3 دقائق وربع بعدين شنو يا جماعه امبارح شايف في كم نفر اتصلوا علينا زعلانين يعني من فقره انا قلتها وفي بعض اخرين اتصلوا بيضحكوا انا كنت بتكلم في اللايف قلت لهم يا اخي انه في اللايف بتاع امبارح هنا في الصفحه دي ذاتها المعلق الرياضي احمد ضيبي شارك قلت لكم صلاه ايش اسمه ده اسمه عبد الرحيم حمدان دقله قلت لكم ما عنده علاقه بالعسكريه كان قاعد في دكان بتاع اساسات على مستوى نياله قاعد الناس كلهم عارفين انه ده دكانه معروف يعني وهو الوقت ده الحين التيبي رتب داري كوين الدعم السريع لما قاعد زي ده في الدكان جابوا له الخبر فعلا ما كلامي ده جد فيه بالمناسبه لما جابوا له الخبر قال له اخوك الان بقى قاعد غاط الدعم السريع وبقى يعني هيحظى بصيغه البشير والحواليه والدوله والاتحاد الاوروبي والسعوديه والامارات اول ما قالوا له الكلام ده هم بيتكلموا قال فلان جيب الشوال اللي قاعد جوا ده جاب الشوال طلع منه قلت لك كاكي بتاع عقيد كاكي لبس رسمي وكمان في اركان حرب واحده واقعه هنا كان في امتى اركان حرب الكاكي طلع بتاع عقيد لبس الكاكي في محل في دكانه ده وقلت لك يا ريت كان سكت سلاسل العلماء والمجتمعين في القصه دي هو ما سكت على كده هو يوم لا ما بيعرف العسكريه شال الكاكي ده لبسه وطوالي قلت لك في جناية كانت واقعة شال خدتها هنا وماشي اقوفوا عليه لناس انتوا عسكريين كلي انتوا والله شيفوا هوي انتوا دربتوين فقلت لك العلماء للآن متجمعين كيف يعني دربتوين استاذي انت دربتين ده سؤال العلماء الآن يسألوه والعلماء متجمعين لهم كم شهر في القصة دي هسه 3 انتحروا للأسف قبل شوية أثناء الاجتماع صلى الله سبحانه وتعالى يتقبلهم يعني يرحمهم ونحمل الكلام للجحافة فبالتالي القصة الآن كونه يخلوا لك حمدوك ده ما قلت لك حمدوك ده شخصية يعني ما حتى الجحافة ما قاعد يحترموا كده بالمناسبة شوف كلامهم في الفيس يعني ما الشخصية كده ما يعني شفت بالدم لعاب زمان أول دم لعاب شفت مش بتخط بس بيكون قاعد كده ولا بتكون قاعد كده بالدم لعاب ولا بس ده وكمان بعد ده خبيث مجرم داري يجيب الاستعمار في البلد مجرم في انت ما حكاية ما فوضى ساكت فالمهم الآن حمدوك ده الآن ما في زول بيشتغل به مهمشينه تمام كأنه ما في حاجة كويس البرهان مهمشينه تماما حميدتي مهمشينه تماما ما في زول بيحترمهم يعني كده من المجتمع الدولي دير عندهم تهو يسووا 1 2 3 ده دوركم تاني ما دارين اي عملية بتاعت ازعاج ما نسمع عليكم تشريع ولا هنا عارفين شنو انتوا فهمت ده المجتمع الدولي العديل دي خطة طلبية تمشي طيب صحيفة التايمز بتخبرك الان يا جحات يا مخك مكفول بطبلة عظيمة بيخبروك الان الاداره الامريكيه بتخبر صلاح غوش بانه ليه اخبر صلاح غوش صلاح غوش انتوا ما قبضتوه ليه يا جحاته تخلوا صلاح غوش ما قادرين تقبضوه تجوا تهاجموا احمد الضيف والله هذا ليس عدلا اسد علي وفي الحروب نعامه رب داع تكفله حسن عثمان من صفير الصافري هلا برزت الى غزاله في الوغى بل كان قلبك في جناحي الطائر صدعت غزالة جنده بعساكرك جعلت كتائبه كأمس الدابر فهمت دي كتائب الجحات الإلكترونية بيجت تدق في أي مكان بيجت تهكير بيجت قف الحساب بيجوا مهزوزين وشخصياتهم ضعيفة على مستوى الإسفير على مقاول واطضي ما عندهم حاجة أساسا فهمت كده صفوف العيش الأفران البنزين الليلة من صباح الرحمن قطرة بنزين ما في إلا بعد تلتر الناس واقفة الآن واحد يتكلم ما يقول له واقف من 3 ساعة 10 الآن 7 ساعات دي على حساب أسرته على حساب صحته على حساب برامجه على حساب حاجاته 7 ساعات الآن قاعدة كويس انتوا الحكومة دي بتلعب لعب ولا شنو انتوا دايرين تورروا الشعب شنو
اذا دارين ترفعوا سعر البنزين اتكلموا عديل، قولوا نحن دارين نرفع سعر البنزين عشان الشعب ده يشيلكم يدعكم للتمساح ويرتاح. فين ده؟ تعالوا عديل قولوا، قولوا والله يا اخواننا نحن مشكلتنا الان دارين نرفع الدعم عن البنزين وكده وهنا، لكن ما تتعاملوا مع الشعب كانه جاهل وكانه شفع وكانه ما بيفهموا. ما تجوا ترفعوا الحاجات دي قاصدين برضو مع العلم وان هنالك ازمه مشتقات بتروليه، ودي مشكله نعم من النظام الفات، لكن ده الجو بيتراخصوا وبيتحكحكوا في المناصب وابو يشتغلوا بامر المواطن. الان لما يتزنقوا دارين يقول لنا هيا هيا هي هي راسك ما ماشي معاك يا وسخ، ما ماشي معاك ويا شيوعي، بكره ما تجي تقول داير ثوره ثانيه، اوعى امشي قويمه براك، امشي قويمه براك. فهمت؟ نحن ديل الشعب مارقين ثورتنا نحن، يلا تاني نشوف لنا كادر يجي يقول داري يغوض له موكب من المواكب، ولا تاني نشوف لنا زول يجي داري يسيطر كده يجي يتدخل تدخل حزبي، فوضى وكلام فارغ، فهمت؟ سرقتوا احلام الشهداء، سرقتوا احلام الوطن، دمرتوا نفسيات الناس، شباب تلقاهم طلاب قاعدين، الواحد شاب عمره كم 20 سنه، تلقاه قاعد يبكي ليل ونهار، وتلقاه كاتم كده بس، مالك؟ يقول لك والله يا اخي الجامعه لسه، المدرسه لسه، البلد دي ماشيه وين، انا ذاتي ما عارف نفسي، والطلاب اللي امتحنوا ونفسياتهم وقعت في الوطن ما امتحنوا، 8000 كويس وال 10000 بعد ده كل الكلام ده ما حرك ساكن عشان الرخيص، الرخيص تربيع حمدوك الخاين كويس اله العجوه الصانعين القحاده ما طلع قال نعتذر. نعتذر دي صفات زول سوداني. القصة الآن الشعب السوداني مدمر، الشعب السوداني منتهي. الآن بنزين ماف، مشتقات بترولية، انت سنة كاملة ما قادر تدعم لك تصنيع هنا بتاع المشتقات دي، غالبك في شنو؟ سنة كاملة قاعد تسوي شنو؟ عديت لي شفت شكرا أكرم وشغل الشيوعيين الصواغط ديل، فهمت؟ كثير منهم يعني ده الشغل الشغالين في الفترات الفاتت، شغالين يطبلوا لفلان لفلان. أسامة داود لما الحواضن الإلكترونية قدام توجيه واضح قال لهم تمشوا تقولوا يعني كنشيلنا عباس مدني الأزمة بتتحلى، أي زول اللي يجي يكتب كده تحل عليه أسامة داود هوي هوي ده يترصد، ده زول مجرم جدا. فهمت؟ الناس ديل الشعب السوداني ده كان مات، كان مات، تسمعوا الكلام ده كويس، كان مات في الشوارع وفي الطرقات. الحكومة دي ما حتستغل، ما حتستغل، لكن لو هدر الموج الشعبي تفجرت البراكين وانطلق الشعب زرافات ووحدانا وقال للأحزاب تاني ما بنثق فيكم، وقال للعساكر تاني ما بنثق فيكم، وحقوق الشهداء وحقوق الثورة أول حاجة، ووضع خطة واضحة لمسألة الإيرادات والاقتصاد بتاع البلد، يعني احنا نعمل شنو كده، المفترض الناس تقعد تتفاكر في انها تعمل شنو، مش تجيب لها ناس عباره عن مهرجلين. قال في مؤتمر، قال بتاع مؤتمر اقتصادي، فضحتونا هسه العالم كله قاعد يضحك فينا، فهمت؟ العالم كله قاعد يضحك فينا، فهمت؟ دي الدوله لما يكون رئيس وزراء حمدوك طبعا، فهمت؟ حمدوك وحميتي وبرهان قاعدين فيها، طبيعي يحصل الكلام ده. القصه دي الان دايره حل، بنزين ماف، عيش ماف، عيش ماف، عباس مدني الان ما فتح خشمه. التقارير الان الخطيره الثانيه بتتكلم عن تقارير تم تسليمها كويس للجهات العليا، اخبروهم فيها بانه الدقيق الليله الافران المقفله 1500 فرن، هي الخرطوم كلها فيها 1573 حي 1573 حي خلاص، يعني ثاني فضل كم فرن؟ 1500 فرن الان معطل كويس او واقف. بقيه الحتات شباب لو الصوت ده واضح عندكم كثير المشاركات يا جماعه، الصوت ده لو واضح عندكم كثير مشاركات، الصوره دي ثابته وواقفه ومنتهيه الاثنين كويس، الصوره دي واقفه يا شباب، اللايف ده بيتضرب الان، كثروا اللايك، ايزوا اللايك شير معانا وصل الرساله. الناس اللي بتقول لي المشاركه قاعده وين؟ المشاركه اسفل الفيديو على يمينك تحت او يسارك تحت اخر شيء بتلقى مكتوب مشاركه بالعربي، اضغط على كلمه مشاركه دي بيظهر معاك جروب، جروبين 10 20 بس اضغط فيهم كده بتكون وصلت الرابط في الجروبات شاركت معانا كتر خيرك. البقيه ناس ملصقات، ناس تمه، يا ريت كثروا ملصقات، كثروا تمه، اللايف ده ما تخلوه يتقطع، عديل تحدي معهم ما تخلوه يتقطع كويس. يا ريت الرساله ان شاء الله تكون وضحت، الصوت ان شاء الله يكون واضح كويس، خلوا الفكره تمشي. ها كترنا الشير يا جماعه، كترنا الملصقات، كترنا الشير، كترنا الملصقات،
كويس. شايف في ستة في 600 مشاركة بسيطة يا جماعة، اللايف ده بيتضرب كده والله بيتضرب بصراحة، لأنه قبل كم يوم ضربوا لنا كم واحد بالطريقة دي. المهم الآن أنت بتقول بتجيب بتستورد مشتقات نفطية 60%، ها 60%، وباقي المواد الخام اللي عندك أنت بتستفيد قال من الجايبة من برا، سنة كاملة ما قادرين تشجع الإنتاج المحلي، إنك تاني ما تحتاج تستورد، هو كمل مهانة ذاته عليك الله، نحن القمح ذاته بنستورد من برا، ها؟ هو ذاته لو ما المهانة، كويس؟ في بلد 200 أو 220 مليون فدان، فهمت؟ المهم ما تقول لي قال ما أنتوا ما قاعدين تشتغلوا، الشعبي ما قاعد يشتغل، هوي هي ما يحفظوك ساكت يا أخي، مالك يا أخي، فهمت؟ القصة ما كده، القصة قصة الدولة ذاتها قاعدة تعطل الزراعة، الدولة ذاتها قاعدة تعطل الإنتاج. 50% ممكن يكون كسل من المواطن، 50% إهمال من الحكومة، دي حقيقة. تقفل الموية من الناس ليه؟ بتمنع عنهم الجاز ليه؟ الناس زراعتها تموت وتتلف، انت عارف يعني شنو؟ هسه الليلة على التليفون قال لك مليون فدان خرجت هناك، انت عارف موسمك الشتوي انتهى؟ عارف الكلام ده؟ الزراعة السنوية 2 مليون فدان، السودان مساحته 220 أو 200 مليون فدان زراعي، الزراعة السنوية اللي أنت قاعد تزرعها 2 مليون غالبيتها، فانت عندك منها مليون ومئة ألف فدان مرقوا برا خلاص. المليون ومئة ألف فدان 200 حيتم صيانتهم تأهيلهم إعادتهم ترتيبهم تسميدهم ما بعرف لك عشان تزرع الموسم الشتوي بطاطس، فهمت؟ شفتها مجموعة سمسم طماطم، شفتها كثير من الحاجات الشتوية، الكلام ده حيقوم يأثر عليها. القحات المخ صغير ما بيفهم ولا بفكر لك في الكلام ده، فهمت؟ بيفكر هو كيف يقول شكرا حمدوك، ما هو ما بيفهم شيء، فهمت؟ عشان كده اعذره وخليه يكتبها، ما مسكين انت شنو، فهمت؟ ما مسكين انت، يجب تتعاطف معه بدل ما انه هناي. لايك شير يا جماعه، لايك شير لايك شير، الناس تكتر معانا اللايك، في اللايك الاحمر القلب، في اللايك واو، في اللايك ادعمه، ديل الثلاث لايكات اللي بيحموا اللايف، اللايك القلب الاحمر، اللايك واو، اللايك ادعمه، كتروا اللايكات معانا، كويس. الجاز البنزين المافي ده الليله الترحالات واقفه بشكل كبير، ترحال ترحال دي ماسكه كم اسره، الناس السايقين ترحال بالشارع دي ماسكين كم اسره، غيرهم من الشركات الثانيه، غيرهم من سواقين التكاسي، من سواقين الركشات، ماسكين اسر يا جماعه ولا بيجدوا القروش دي في البحر؟ مش ماسكين اسر؟ مش اي واحد عنده مسؤوليته؟ مش اي زول فيهم عنده دور قاعد يقوم بيه؟ الليله ما لاقي بنزين، ما لاقي بنزين، لا في وزير نفطك بيطلع بيعتذر ليه، لا بيطلع حمدوك بطيب خاطره، بل حمدوك بميت خشمه قدر ده لما انتقدوا لعباس مدني. الله يخيبك الهوان، انت الخادم لاسامه داود ومعاك عباس مدني الخادم الثاني لاسامه داود، انتوا يا اخي انتوا ما بتشبهوا الشعب ده يا اخي، يا اخي استغيلوا استغيلوا الشعب ده، بيدمدم عليكم بذنبكم في انت مسويه فيكم، انت فاهم كلامي؟ الشعب ده بشيلكم يا جماعه، الناس ديل هو يا حكومه ما تفتكروا الثوره دي كان جات بتقوموا جارين السفارات، الشعب من الناس بدات تحجز في السفارات عشان الثوره دي لو قامت عباس مدني كفك بدوك من الشارع، جاري ماشي وين؟ سفاره واحده ما تحميك، اسمع الكلام ده ولعلمكم عباس مدني في الساعات اللي فاتت ثاني تواصل مع سفاره، خليه يطلع ينكر الكلام ده، خليه يطلع عشان نطلع عليه الاثبات، ثاني يتخاطب مع سفاره، قال لهم الوضع ده غادي يكتم في اي لحظه، امنوا لي المرق، ها خليه ينكر الكلام ده، ده عباس مدني الرخيص بعد الحمله بتاعت يوم امبارح، ما هم اثنين في السودان، ارخص اثنين، ربنا سبحانه وتعالى خصهم برخص خاصه، بعد ان جمع رخصه الاولين والاخرين، وقا يعني جماعه كده ومجها، فهمت؟ واختلطت يعني هذه الرخصه، فمن الحاجه الاصليه الماده الاصليه للرخصه دي طلع منعم منعم سليمان وعباس مدني، فهمت؟ دي الارخص اثنين انا شفتهم في حياتي، والله قدر معي انت، دي الارخص اثنين، ذاك رخيص ويوم يكذب، يوم قال ما اعرف لك فيه مليارات، اسمك منو؟ حق النائب العام يوجه في الموضوع، يا سموك شنو؟ اسمه منعم، منعم سليمان، اذا عندك معلومات اكيد عن ليله القدر ما تتكلم عنها خالص انت، ما تتكلم عنها البتة، اذا عندك معلومات اكيد عن اي اسكت ساي، انت ما عارف صمتك ده يعني هو ذاته راحه للامه، يا اخي مالك يا اخي؟ فهمت؟ ومدني عباس كذلك الثاني السخيل الثاني، عشان كده تقدر ارخص اثنين، فديل ما في زول يعتذر لك،
ما في زول يقول لك يا شعبي نحن اسفين، ما في زول اعتذر لليلة الاسر المشروره كده، لا لاقي تاكسي لا لاقي ركشه، ما في زول قال موقف الجاز شنو والمواصلات متوفره ولا متوفره، ما في زول يا اخي ده جابتهم احزاب دايرين يلغفوا هم ياكلوا يمرقوا يمشوا، انت كشعبي تقعد تتضرر، وين هم اللي كانوا بيوعدوكم امبارح؟ الان الشعبي ده انتوا قايلين لسه في ناس يقول لك ما عارف ليله يا مجدي في ناس بدات تتعاطف مع احمد الضي ومع فلان من جديد، يعني الناس اللي احنا ما قلنا خلاص خسروا، ما قلنا خلاص ثاني ما عندهم وجود، الناس اللي ما قلنا طيب ما هو الشعب ده لما تجيه الحالات زي دي بيلقى ناس احمد الضي ده ما بيلقاك انت السياسي ده، اي ما بيلقاك ما بيثق في كلامك، فهمت؟ نحن هسه بنمشي حتى الناس دي بتسالك بتتكلم بتسال بتكون تعبانه كده، شعبي معاني جدا، نحن بيثقوا فينا لاننا مواطنين عاديين، لكن ما بيثقوا فيك انت يا هناي، ما السياسيين الان ما بيثقوا فيكم، انتوا عارفين القصه دي وعارفين انكم معزولين شديد يعني، فهمت؟ وناسكم زادهم بيجوا يقولوا نحن ما بنمرق الشارع وبقينا نصلي لعرباتنا وعشان الناس ما يشوفونا وعشان مالك خايف، كل انا بتكلم مش عن شخص يعني، لانه الشخص اللي قال كده برضه نحن بنقدر ثوريته جدا بالمناسبه، لكن بتكلم عن بقيه يعني زي هسي وجد صالح وراه كلاشينكوف، فهمت؟ وراه الحرس شاي كلاشينكوف، فهمت؟ الناس خايفين خايفين، فهمت؟ فعموما السؤال الان الشعب السوداني بيعاني، الحل شنو؟ الحل تسقط الحكومه دي، الكلام ده قاعد اقوله لك قبل سنه، هو عليكم الله انتم محبطين وهذه فتنه وعليك في كيزان جنجويد مع كده شابكيننا. طيب هسه رقصك جا ولا ما جا؟ هسه لقيت الصادق معك هنا؟ هل كانوا بيقولوا لك القحاته وينه الان؟ الدوله الورديه اللي بيرسموها بكونوا زي 10 نشطاء في حاله ما معروفه شنو؟ بيمشي يكتب لك منشور سوف نفعل، تفعل شنو؟ انت عارف نفسك ساقط واحزابك ساقطه وما بتقدم للمواطن اطروحه ولا برنامج ولا بتدفع من ماله، وينهم الاحزاب الليله؟ وينه الحزب الشيوعي؟ ملايين الدولارات من المنظمات بتاعته ما بتطلع منها ولا قرش عشان يجي يقول يجيب بنزين، عندهم القروش اضعافا، في انت وجد صالح ده اللي عنده ممكن يكفي لك شوف تعظيم مخزون البلد دي، ما في زول منهم بيتكلم، في انت شركات الجيش، شركات الدعم، شركات الامن، شركات الشرطه كلها، الشعب الان ما عنده قرار فيها في يده، ولا في زول بيسال منها، يلا انا ما دايرك تقول الا شركات الجيش، لا الا شركات الاحزاب ذاتها، في انت ما تاسست بحاجات في الدوله، لو هو من بيته قام ربنا اداه المال، اداه البسطه في النفوذ في القروش، يعني كده النفوذ المالي مش السلطوي، في انت كده قام بيه ما مشكله، لكن ما ممكن يكونوا زي ناس ابراهيم الشيخ ده، النظام السابق بيقوم بيديم الضرائب بيعفين من الضرائب وكثير من الجمارك، الا لما يعمل موقف بيزيد الحكايه دي ثاني بينزلوا، فهمت كده؟ فهمت؟ الناس اللي كانوا بيتعاملوا كده، القحاطه دي كلهم بشركاتهم بحياتهم بيتعاملوا كده، بيجي بيغشك انت، بيجي بيخليك انت تحرق الليستيك وانت تتحمل الصوت والخرطوش والطلقه وهو ما بيكون معك، اديني كادر واحد من الاحزاب كان معك في لحظه فيها ضرب رصاص. ها انا بتذكركم انتوا الناس اللي كنتوا معانا يوم 8 رمضان ويوم 3 يونيو افضل اعتصام اليوم الاليم، يوم 8 يوم اليم، 6 ابريل 10 ابريل، مين اللي كان معانا اصلا في ضرب الرصاص؟ مين اللي كان معانا؟ يا زول واجه نفسك بالحقيقه اللي انت خايف منها، انت خايف الحقيقه الاجابه تكون لك انه كوادر الاحزاب بيرموا المواطنين في المشكله وبقوا جارين بيخلوهم بيعملوا نفسهم مفتحين. ثاني زول قال لك احرق ليستك ما عرفت دمه ده اصله شفت ما تحرق معه نهائيا، فهمت؟ ولو قال لك انا ما تابع شك فيه طوالي شك فيه نعرفهم، فهمت؟ نعرفهم الا زول بتعرفه زينا كده من زمان تعرفه مستقل عديل كويس ومتقعد شغالين كان داريك وزنون لك بقدر الامكان، فيا قحاده كويس يا قحاده انا بقول لكم للمره المية اسمعوا الكلام ده، نحن دي الناس مستقلين، الشعب ده بيقبلنا، انتوا هاجمونا بكوادركم المحدوده في الفيس دي، فهمت؟ الشعب ده بيهاجمكم، انتوا ما بتقدروا الان تشتروا معانا خدار في الشارع ولا بتقدروا تجيبوا للمواصلات ولا بتقدروا تلفوا براحتكم، بتخافوا عديل، نحن بنكون لافين وقاعدين ومتاحين وموجودين، فهمت؟ لانه لا شلنا حق زول لا قتلنا زول لا وقعنا على فض الاعتصام، انتوا عارفين الملفات دي كانت اتفتحت، يعني انا ما عارف ليه الان لان ابن عم ما قدر يهتم بقصه انه يحقق لنا، وين اجتماع الساعه 3 صباحا في الخيمه ده؟ فهمت؟ المفترض يجمعوهم يحققوا معاهم، عباس مدني
يلا انا داير اختم اللايف عموما. اخر حاجه الناس تعمل شير باكبر كميه يا جماعه، الناس تعمل شير، اعملوا شير يا شباب، اعملوا شير، اعملوا لايك، اعملوا ملصقات. تم بسرعه يا شباب، اللايف بيتهاجم الان. ده عشان بعض الناس قد ما يصدق ده البس عينه. اعملوا شير يا جماعه، ده البس واقف الان، ده البس الان واقف كويس. اعملوا معانا شير، اعملوا معانا لايك، اعملوا معانا ملصقات. ده البس واقف، ده البس واقف الان. اعملوا شير، اعملوا لايكات، اعملوا ملصقات. خلوا الرسالة تمشي، خلوا الفكرة تصل. الصوت واضح عندكم الآن. داير اختم بحاجة معينة كويس، داير اختم بحاجة معينة في اللايف ده، بس الصوت لو واضح ورونا. الإدارة الأمريكية تختر صلاح قوش، تقول لي إنه السودان منتصف أكتوبر مرفوع عن قائمة الإرهاب، وحمدوك وين يا سبحان الله، ما يحيي العظام وهي رميم. حمدوك وين؟ يلا هو نايم، انت قول الامريكان عارفين انه نايم. نايم في امتى؟ اصحى ولا يقولوا لي الكلام ويرفعوا لي الصوت ويعيدوا الكلام ثاني 10 مرات و15 مره في امتى؟ هذه يعني المساله دي ما سبات عبت يعني كثير جدا من الناس كويس. زيدوا شير. طيب داير اختم بنقطه واحده واتحدى فيها مدني عباس. انا احمد الضيب وشاره، مواطن سوداني قاعد على مستوى ولاية الخرطوم في السودان، ما برا السودان، قاعد وبقول كلامي ده جوا السودان. ولو انا كذاب ساحات القضاء موجوده ولا استطيع ان اكذب. اسمع الكلام ده مدني عباس، اجتماع خيمه الساعه 3 صباحا منها الدقائق بتاعه تفضل اعتصام. الاجتماع بتاع الخيمه اللي معاك فيه صديق يوسف ومعاك فيه الدقير ولو قدك احمد ربيع شغال فلان امرق من الاعتصام، فلان امرق اعتصام ده يفضوه. الله عليكم يا اخي، اجتماع الساعة 3 صباحا قلت فيه شنو يا مدني عباس؟ تعرفين قال شنو يا شعب؟ تعرفين قال شنو يا السادة المواطنين وبعض المساكين اللي بيتغشوا بخطابات الحرية والتغيير؟ ده لسه بدوا يتصدموا يعني، هسه بقوا كثير من الناس مصدومين، كانوا في البدايه واقفين مع القحاته لمن بهناك، هسه بقوا يكرهوا لك كلمه قحاته ولا حريه وتغيير ولا احزاب كويس. مدني عباس قال انا حاقعد، انتوا اسحبوا الكوادر كلها، انا حاقعد لحظه تفضل الاعتصام، ما حاظهر هنا، حاظهر ورا سينيه بري. انتوا القميص ما مشروط بالمناسبه، اي زول يرجع الصوره عشان تعرف الكذب وعشان تعرف احنا ناس طيبين من يتغشى كيف. والوقت ده طبعا من الجوده بتاعت الفضه، الناس ما ركزت مع الصوره زي الناس. ارجع للصوره دي عايلها ثاني، فيها 12 ملحوظه، 12 ملحوظه، الصوره دي بس فيها 12 ملحوظه. خلاص امشي عين، ما في شريط، ما في قطعه او شرطه. الزراره زاد قاعده في محلها، في مويه عاديه، ممكن يكون عرق، ممكن يكون من مشتقات العرق، في امتى ممكن يكون مويه، المهم ما معروف العلماء للان ما معروف شنو. طيب الزول ده القميص هنا المويه هنا دم ولا كاتشب؟ برضه العلماء متبعين في المساله دي. طيب اذا كان دم ما شفنا لنا زول من الدعم السريع جاء ادى عباس مدني ده بنيه، ولا شفنا لنا عسكري من الدعم السريع ولا من الجيش ولا من الامن ولا الشرطه جلس زاو كده لغايه ما هو الحته دي كبت الدم. شغل مخك معي بالراحه. الناس دي جونا شونا من بعيد دب 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 ضربونا الرصاص، صح ولا لا؟ مدني عباس كيف يعني هاد البنيه؟ كان قاعد وين هو؟ كان قاعد وين عشان تعرف اللعبه؟ عشان تعرف اللعبه وعشان تعرف في ناس بس وظيفتهم في الحياه دقوا الدلوكه لاله، هم ظلوا معه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فهمت؟ عباس مدني ما هو ما براه، لكن الاعلام بتاع اسامه داوود اشتغل، عنده جداد بالالاف وحساباتهم حتشوفوها بعد شويه، عنده جداد بالالاف بس شغلهم ليك في الراكز مدني، الراكز ده مو اسامه داوود الهواني. فهمت؟ ومدني عباس كاد ان يموت، ما كاد، قال لك هو قال لهم انا بمشي لكن بجي وزيرا للتجاره والصناعه، وجا بتأييد شمس الدين الكباشي، وبتأييد محمد حمدان دقلو، وبتأييد عبد الفتاح البرهان، واكثرهم ياسر العطا. وشفتوه كان بيسلم عليهم، على قولنا يا جماعه كذا لو في الفيديو ده شوفوا الرابط بتاعه، على قولنا انشروه في الواتساب، خلوا الناس دي الذاكره، الفيديو الاهبل فيه واللي بيجي بيتعاور مع ياسر العطا بيسلم بيقرب يقع في الوطن. حول ولا ده بيجي وزير كيف؟ انا ما قادر افهم. ده جا وزير كيف من البدايه؟ شفتوا الثقاله؟
جقام تتساغل لك الان في المواطن كده. على الله الفيديو اللي فيه شمس الدين ما عارف ما بسلم على زول حتى كلهم بيقول لك شمس الدين ما سلم. ما عندي دخل دي اشياء تخصهم هم، دي العساكر هناك لو ما سلم على مدني بعدك ما بنحلل فهمت. ده هناك عباس مدني هنا سلم على عسكري، لو كان سلم على مدني ما عندنا شغله فهمت. عباس مدني جه سلم على ياسر العطا، امشي شوف طريقه السلام السلم بها على ياسر العطا. هل ده بدل على انه الزول ده بيعرف حاجه يسمى شهداء، بيعرف حاجه يسمى وطن؟ بس كده راجع الفيديو ده. عباس مدني في ليله في لحظات فض الاعتصام الاخيره، وانا امشي حاكمني على كلامي ده، واي زول نحن عارفين نوقع على فض الاعتصام فليخرج وليحاكمنا كويس، نحن بنقول الكلام الواثقين منه والعارفين انه الحقيقي، ولو ما حقيقي ما بنقدر نقوله. عباس مدني قلت لي انا بجي وزير للصناعه والتجاره وأيدك أسامة داود وحمدوك في البداية لاوز، مع إنكم الاثنين جاوبكم من هاي، لكن حمدوك لاوز الشيوعيين قاموا أو الناس دي السودان شنو احتجوا؟ قال له لا بس مدني بس شنو يا أخي بيبقوا وزير كمان أساسا فهمت، وقاعد يتكلم أسامة داود ضرب لك قال لك حمدوك بلاش قلة أدب زول له عينه، وأي ورقة جابها لك توقع عليها. حمدوك من الناس اللي عندهم شخصية. شوف ناس ضد المحجوب كانوا يدرسوا العرب والأفارقة. تعرف شنو اللي دير كويس. فشنو ده عباس مدني؟ ولو انا كنت غلطان يطلع يقاضيني في الكلام ده كويس. وبختم الاداره الامريكيه تخبر صلاح غوش اللي هو رجل في المنطقه ودو حاجه قريب دي رفيعه ما عارف جايبين لنا ناس اسمه شنو ده التايمز قبل فتره ذاتهم الزول ده الان جايبين قال لك عليه. طيب الان الشعب داير دقيق ما في داير شنو ما في داير حاجات كثيره ما في. والامارات قبل فتره قالت لك لا بنديك دقيق لا بنديك وقود ما لم تجيبوا لنا زولنا صلاح غوش ديل الاماراتيين فهمت؟ ديل الاماراتيين قالوا لك الكلام ده بامر من الامريكان انتهى كويس. قالوا لك كده انت ما قدرت ترد عليهم ما قدرت ما تجي تهاجمنا نحن امشي رد هناك القحاده في الساعات الجايه دي شوفوا حل الازمه بتاعت العيش والبنزين ما لقيتوها الشعب ده حيكسر الوزارات دي في رصينكم والله في سماو انتوا ما عارفين الكلام ده وفي لحظه حميتي ده بيسحب قواته من الوزارات وبخليكم تواجهوا الشعب والبرهان بيسحب جيشه وبخليك تواجه والله تضيق عليكم الارض بما رحبت وثم وليتم مدبرين زاد ما تتلاقي هنا كويس الشعب ده حيضبطكم واحد واحد يا قحاتة والأيام الجاية يا جماعة توقعوا في أي لحظة تشوف مسؤول قحاتي الناس اتشاكلت معاه والناس هاجمته وزير شو أسيو كده في ناس منهم خلاص بيكون أمنوا تماما يجيبوا مؤنة بتاعت 5 سنة لقدام عشان ما يمرقوا في أنت وغير يسقط القحاتة يسقط حمدوك يسقط أو تسقط هذه الطغمة الفاسدة كويس. الثورة جاية كويس. شير لايك شير لايك يا جماعة وصل صوتك وصل صوتنا اللي هو صوتك انت ذاتك وصل معانا الرسالة دي في كل الجروبات كتروا المشاركات كتروا اللايكات كتروا الملصقات. ابريل اكتوبر جاي ابريل اكتوبر جاي الناس اللي ماتوا ضحايا حترد الدين بايديك حترد الدين بايديك حترد الدين بايديك ابريل اكتوبر جاي ابريل اكتوبر جاي وبكرة الثورة جاية وبكرة الثورة جاية وبكرة الثورة جاية وبكرة الثورة جاية هو الدم العطر ايدك والناس الماتوا ضحايا ولا ينفع لك نيشان تحية.